انضم إلينا من نابلس مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس السيد أحمد جبريل. أهلا بك معنا سيد أحمد في أخبار المملكة. نتحدث عن أعداد الإصابات، كم وصلت بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته تحديدا في نابلس؟ يعني منذ ساعات مساء الأمس وبعد العملية التي حصلت في منطقة شافي شمران، حدثت انتشار كبير لقوات الاحتلال والمستوطنين وأخذوا يعيثون فسادا في الأرض، مما أدى إلى حدوث إصابات امتدت إلى اليوم، حيث تم اليوم التعامل مع ما يقارب 142 إصابة نتيجة اعتداء المستوطنين وجنود الاحتلال على المواطنين في عدة مناطق كانت موزعة كالتالي: في منطقة بيتا جبل طبيح، هذه المنطقة التي كل جمعة يحدث فيها مواساة باستمرار ضد الدولة الاستيطانية التي أقامها الاحتلال فيها على جبل طبيح، تم التعامل مع 5 إصابات من الرصاص المطاطي إضافة إلى 5 سقوط و53 بالغاز المدمع، وأيضا قامت طواقمنا بإخلاء منزل كان فيه أم وثلاثة أطفال تعرضوا بشكل كثيف للغاز المدمع في البيت، هذا في منطقة بيتا. أيضا في بيت دجن يتحدث مواجهات كل جمعة بعد صلاة الفجر احتجاجا على البؤرة الاستيطانية، حيث تم التعامل مع 5 إصابات الرصاص المطاطي إضافة إلى 14 بالغاز هولوجيني ميدانيا. أيضا تعرضت سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر إلى إطلاق قنبلة غاز بشكل مباشر على سيارة الإسعاف، مما أدى إلى تهتك الهيكل الخارجي لسيارة الإسعاف. وفي برقة التي هي قريبة من منطقة العملية، أخذ المستوطنين بالهجوم على هذه القرية، مما أدى إلى إصابة 4 بالمطاط إضافة إلى 3 غاز بشكل قنابل غاز بشكل مباشر، أحدهم إصابة بالرأس تم نقله إلى مستشفى رافيديا، وإصابتين عولجوا في إحدى عيادات البلدة، أيضا 62 غاز. هذا أيضا تم الاعتداء في منطقة يسار على السيارات المارة من قرب هذه المستوطنة، مما أدى إلى إصابة المواطن إبراهيم أحمد أبو العز 62 عام من قبل المستوطنين بحجر كبير في صدره، تم نقله إلى مستشفى رفيدي. طيب، إذا ما تحدثنا عن خطورة الحالات ضمن هذه الأعداد وآلية المعالجة ميدانيا، إذا ما تم النظر إلى الوضع الوبائي وبالتالي كيف يؤثر على الطاقة الاستيعابية في المستشفيات والمراكز الصحية؟ يعني احنا الصحيح منذ انطلاقة هبة الأقصى الأخيرة تداعينا في جمعية الهلال إلى رفع المستوى الخدمة في جمعية الهلال الأحمر فلسطين واستنفار كافة الطواقم من أجل التعامل مع أي حالة طارئة في منطقة بيتا بالذات، حيث يكون هناك مواجهات مستمرة باستمرار. شكلنا مستشفى ميداني مجهز بطواقم طبية كاملة من أطباء من ممرضين من مسعفين للتعامل مع العدد الكبير من الإصابات التي تحدث في منطقة بيتا كل يوم جمعة، ويتم التعامل معهم ميداني، ويتم نقل ما هو محتاج إلى نقل إلى المستشفى، حيث هذا يؤدي إلى تقليل عدد الإصابات المنقولة إلى المستشفيات، وذلك نتيجة تزاحم المواطنين في المستشفيات. أيضا الوضع الوبائي كما تفضلت منتشر الوباء. أشكر وجودك معنا من نابلس مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، شكرا لك.